ما في شرف شرف الله عز وجل به عباده، مثل أن سمى بهم إلى أن أجعلهم أهلا لخطابه. كل واحد منكم يفكر مين أنا لحتى ربي عز وجل يخاطبني؟ قل يا عبادي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يعني تصور إنه ربي عز وجل مالك الكون، مالك الملك كله سمى بك وجعلك نجيه، جعلك المخاطب له. طيب أليس من اللؤم بمكان أن نعرض عن هذا الخطاب؟ مو هيك مضبوط ولا لا؟ رسالة وصلتني من مولاي ربي، طيب أعرض عنها أتركها هيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 36 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن علوم القرآن وآدابه. نحن بدأنا نتكلم في الدرس الماضي عن فلسفة القرآن، عن الكون والإنسان والحياة، أي كيف يبصر القرآن الإنسان عن ذاته وعن المكونات التي من حوله وعن الحياة التي يتمتع بها. وقد عرفنا أن هذه الأمور الثلاثة هي عناصر الحضارة. الحضارة تتكون من هذه الأمور الثلاثة: الإنسان زائد المكونات التي من حول الإنسان زائد الحياة التي يتمتع بها. التفاعل الذي يتم بين هذه العناصر الثلاثة إن كان على وجه سليم أورث حضارة سليمة مسعدة، نعم، وإن كان التفاعل بين هذه العناصر الثلاثة على وجه غير سليم أورث هذا التفاعل حضارة لكن سيئة مشقية، نعم. فالباري عز وجل يبصرنا بحقيقة الإنسان، ويبصرنا بالمكونات التي حول الإنسان والعلاقة التي بين الإنسان وبينها، ويبصرنا بحقيقة هذه الحياة التي نتمتع بها، ما هي وما مآلها، نعم، ومن أين انطلقت في كيان الإنسان، نعم. ذكرنا أو شرحنا من هذه العناصر الثلاثة الكون، وكيف يبصرنا كتاب الله عز وجل بالمكونات التي من حولنا، وكيف يريد العلاقة بين الإنسان وبين هذه المكونات. الآن ننتقل إلى الحديث عن الإنسان، وهو ما بدأنا به في نهاية درسنا، ثم أرجعنا إلى هذا الدرس. الباري عز وجل أيضا يبصرنا بالإنسان ويعرفنا على حقيقة هذا الإنسان من خلال ما نقرأ من كتاب الله عز وجل. نجد أن ربنا عز وجل يصف الإنسان بأنه يتمتع بصفات نادرة،
ويؤكد ذلك في كثير من المناسبات، فهو يتمتع بالعقل وهو يمتاز بها بهذا العقل عن سائر المخلوقات الأخرى. وطبعا أنتم تعلمون أنه يتفرع عن العقل العلم والإدراك الفكر، وبناء على ذلك التفاعل مع المكونات التي من حول الإنسان، كما يتمتع الإنسان بالشعور بالذات، يعني بالشعور بالأنا. نعم، وشعور الإنسان بالأنا يتفرع عنه الكبر، ويتفرع عنه حب الاحتياز، يعني حب التملك، ويتفرع عنه يعني الرغبة في حماية الذات. هذه صفات يتمتع الإنسان بالقدرة والقوة، وجعل الباري عز وجل العقل والعلم جنودا للقدرة التي يتمتع بها الإنسان. هذه الصفات الواقع خطيرة، وهي أشبه ما يكون بالسلاح ذي الحدين، يمكن أن يستعمل بأحد حديه فيكون سببا للسعادة الفردية والاجتماعية، ويمكن أن يستعمل من جهة أخرى فيكون سببا للشقاء والدمار. الخلاصة أن الصفات التي ركب الباري عز وجل الإنسان فيها، ركب فيها الإنسان صفات خطيرة، ومن ثم سمى الله عز وجل هذه الصفات بالأمانة، فقال: نعم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما هي الأمانة؟ جل مفسرين قالوا الأمانة التي حملها الإنسان هي هذه الصفات، هي في الواقع يعني ظلال، أكاد أقول إنجاز التعبير، لصفات الربوبية. العلم العلم علم علم الله عز وجل، وما أورثنا من العلم إلا شيء بسيط جدا جدا، وهو علمه وليس علمنا، ولذلك قال: ولا يحيطون بشيء من علمه. فهي من صفات الربوبية. وما يتفرع عن العلم، القدرة من صفات الربوبية، الشعور بالأنا، وما يتفرع من هذا الشعور كثيرا ما تتفرع عنه الكبرياء، كلها يعني هي في الحقيقة صفات الربوبية، لكن الله أضفى ظلالا منها على الإنسان، فكانت أمانة بين يديه. لماذا؟ ما حاجته إليها؟ الحكمة من ذلك أن يتمكن عن طريق هذه الصفات من تسخير المكونات التي حوله لمصلحته. ألم نقل إن الله عز وجل جعل السماوات والأرض والشمس والقمر والأفلاك والأرض كلها جعلها مسخرة للإنسان، يعني خادمة للإنسان، طوع حكمه ورغبته وإرادته. طيب، لكي يسخر الإنسان الأرض وما في داخلها، لكي يسخر الإنسان هذه المكونات التي هي خادم له بأمر من الله، لابد أن يتمتع الإنسان بآليات لهذا التسخير. فالباري عز وجل متعه بالعقل وما يتفرع عنه من العلم والإرادة والحكمة وحرية الاختيار، متعه بالقدرة، متعه بهذه الصفات التي ذكرناها، من أجل أن يتخذ من هذه الصفات أجهزة وآلات
لتسخير هذه المكونات لنفسه للمصلحة التي هو بحاجة إليها. ثم حكمة أخرى، الباري عز وجل سمى الإنسان خليفة، ونحن نقرأ في كتاب الله عز وجل الآية التي تصرح بذلك: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. لا نستطيع أن نقول المراد بالخليفة يعني سلسلة الأجيال التي تتوالد ويرث بعضها بعضا، لا، هذا بالنسبة لما بعد سيدنا آدم ممكن. نعم، وجعلكم خلفاء الأرض، تمام، يعني جعلكم أجيالا يخلف كل جيل جيلا، هذا وارد. لكن عندما يقول الله عز وجل للملائكة إني جاعل، أي قررت أن أجعل في الأرض خليفة، هذا الوصف، وصف الخلافة، نعم، بالنسبة لهذا المخلوق جملة جنس الإنسان لا يمكن أن يفسر إلا بأنه خليفة عن الله عز وجل. لكي ينهض بهذه الخلافة في الأرض لابد من أجهزة يتمتع بها. ما هي هذه الأجهزة؟ هذه الصفات التي ميز الله عز وجل الإنسان بها. هنا ينبغي أن نقف يعني بشيء من التفصيل في تفسير الخلافة، لأن بعض الناس في هذا العصر لم يستوعبوا معنى الخلافة، بل ربما رأينا فيهم من ينكرها ويتخيل أن الخلافة بهذا المعنى تشبه خلافة إنسان عن إنسان في الأرض. نقول مثلا رئيس الدولة غاب، خلف من بعده فلان ريثما يأتي، طبعا هذه الخلافة مستحيلة بالنسبة للعبد تجاه ربه عز وجل. ففي الناس من يقول إيش يعني إذا فسرنا خلافة الإنسان عن الله، معناته وهي مستحيلة في حق الله. لا، ليس هذا معنى هذا الشرف الذي متع الله عز وجل الإنسان به. ما معنى خلافة الإنسان، جنس الإنسان عن الله في الأرض؟ معنى ذلك أن الله عز وجل خلق هذا الكائن وشاء أن يعيش فوق هذا الكوكب الأرض، كلفه برسالة، كلفه بعمارة هذا الكوكب الأرضي، العمارة المادية المرئية والعمارة المعنوية، يعني إقامة المجتمع الإنساني على النحو الذي أراه الله عز وجل إياه، على النحو الذي بينه الله عز وجل له في محكم تبيانه. يعني كلفه بأن يقيم موازين العدل في الأرض، وأن يطبق هذه العدالة التي يأمره الله عز وجل بها. يا ربي كيف أقيم العدالة؟ إليك موازين العدالة لقد أنزلتها عليك في هذا الوحي الرباني في القرآن. اجعل من هذا الوحي الذي نزلته عليك بواسطة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء السابقين أيضا، اجعله دستور العدالة التي يأمرك الله عز وجل بأن تقيم أسسها ونظمها في الأرض، وبأن تكون عينا ساهرة عليها. القرآن أوضح لنا كيف تكون العدالة، ما هي الواجبات، ما هي المحرمات، ما هي الحقوق، أوضح لنا ذلك. فإذا نهض الإنسان
بتنفيذ هذا الذي أمره الله به، وأقام موازين العدالة في الأرض طبقا للدستور الذي أمامه وهو هذا القرآن، يكون قد فعل هذا باسمه أم باسم الله؟ يكون قد فعل هذا باسم الخالق سبحانه وتعالى. أقامني الله عز وجل في الأرض لكي أقيم مبادئ العدالة الاجتماعية، وكلفني أن أسير في تطبيقها على النحو التالي طبقا لهذا الدستور، طبقا لهذه الأحكام التي خاطبني بها. وها أنا ذا أستجيب لما أمرني به الله عز وجل. فأنا ماذا صنعت الآن؟ أنا صنعت شيئا كلفني الله عز وجل به. فهذا الذي فعلته باسم الله عز وجل، لأن الله كلفني، يعني أنا موظف من قبل الله، وأنا أنهض بهذه الوظيفة التي كلفت بها. طيب لماذا نسمي قيام الإنسان بهذه الوظيفة خلاف عن الله؟ لماذا؟ هنا لاحظوا أيها الإخوة هذا الكلام الدقيق الذي قاله كثير من العلماء. الباري عز وجل أقام ميزان العدالة في حياة الحيوانات مباشرة عن طريق الغريزة، يعني الحيوانات المختلفة في أدغالها، الطيور في جوها، الأسماك في بحارها، كلها لها نظام في حياتها. طيب هل هي فكرت ودبرت ووضعت دستورا لهذا النظام؟ لا أبدا، هي بالغريزة بشكل آلي تنفذ هذا النظام الرباني، شاءت أم أبت. وضع كيف هنا الحيوانات بشكل آلي تنفذ أوامر الله عز وجل، نعم، ومن ثم لا يقال أنها تمارس خلافة عن الله. لكن الإنسان عندما كلفه الله عز وجل هو الآخر بإقامة نظامه الذي يريده بين أفراد هذا المجتمع الإنساني، ما ساق الله الإنسان إلى ذلك بالغريزة مثل الحيوانات بشكل آلي؟ كان ممكن الإنسان أيضا شاء أم أبى يجد نفسه مع بني جنسه يسير طبق منهج معين، لكن لا، الباري كرم الإنسان عن هذا، متعه بالحرية والفكر والنظر والعقل كما قلنا، ثم أنزل عليه هذا الدستور القرآن وقال له اقرأ وتبين العدالة وموازينها. أنا أطلب منك لا بالغريزة بل بالتفكير والعقل أن تقيم موازين العدالة التي أطلبها منكم يا بني البشر فيما بينكم. فالإنسان يختلف عن الحيوانات بأنه تلقى هذا الأمر من الله، ممكن يلبي ممكن ما يلبي، كثيرون هم الذين لم يلبوا أوامر الله، أليس كذلك؟ نعم، أورثهم الحرية. طيب فالناس الذين قالوا بلسان الحال أو بلسان المقال لبيك يا ربي، ها نحن قائمون بما قد كلفتنا به، فلسوف نقيم عدالتك فوق هذا الكوكب الأرض بجهودنا بفكرنا. نعم، أنت الذي قلت لنا والأرض وضعها للأنام، نعم، فيها فاكهة والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، تلقينا هذا الأمر ونحن نقول لبيك. سنقيم موازين العدالة، نعم، التي أمرتنا بها، بدلا من الغريزة التي سقط الحيوانات والبهائم إليها، سننفذ أمرك طوعا. نعم، فالإنسان عندما ينفذ أمر الله عز وجل طوعا، بسم الله ينفذ، إذن هو أصبح خليفة عن الله سبحانه وتعالى في تنفيذ هذا الحكم. ليش خليفة عن الله؟ لأنه لو ما كان خليفة كان الباري ساق نسوق إلى تطبيق أحكامه، كالحيوانات، كعالم النحل، كعالم النمل، كعالم السباع. في هذه العوالم أنظمة دقيقة جدا جدا جدا، لكنها مسوقة إليها بشكل آلي، فلا تمارس من بذلك خلافة عن الله. لكن الإنسان لا، بينه وبين تطبيق ذلك هذا دستور، بينه وبين تطبيق ذلك الفكر والدراية، بينه وبين تطبيق ذلك حرية الاختيار. نعم، فعندما أقرر وأفكر، نعم يا رب، ها أنا أبايعك لسوف أقيم موازين العدل، إذن أنا أقمتها بسم الله وأنا في هذا خليفة عن الله عز وجل. كان ممكن كما قلت لكم عالم الإنسان يكون مثل عالم الحيوانات. نعم، إذن هذا معنى قول الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة. هنالك بعض الإخوة يسألون، طيب لماذا قال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ شو عرفهم أنه يسفك الدماء؟ لاحظوا الجواب أيها الإخوة، عندما قرر الله عز وجل أن يجعل هذا الإنسان خليفة عنه في إقامة موازين العدل، كان لابد لكي يقيم هذه الموازين ولينهض بها من وسائل، ما هيك؟ كان لابد لكي ينهض بهذه المهمة من أن تكون له مسخرات من حوله. ما هي هذه المسخرات؟ هذه المكونات. عظيم، لما بده يكون في بالمكونات مسخرات للإنسان والإنسان بده يستخدمها، معنى ذلك أنه هالإنسان شو بده يكون؟ بده يتمتع بعلم، بقوة، بالشعور بالذات وما إلى ذلك. هذا الإنسان اللي بده يتمتع بهذه الصفات أكيد راح يخبص، أكيد راح ينوجد بيناتهم مين يسفك الدماء ومين بيظلم. لماذا؟ لأني قلت لكم هذه الصفات التي متعنا الله بها صفات خطيرة، ولذلك سميت أمانة. الإنسان الذي عرف ذاته وتأمل في كتاب الله ووعى علاقته بالله، كونه عبدا لله والباري عز وجل ربا مهيمنا مسيطرا عليه، سيستعمل هذه الأجهزة الخطيرة التي يتمتع بها فيما يرضي، نعم، في إقامة موازين العدل. أما الإنسان الذي آثر أن يركن إلى الطغيان، ركب رأسه وأخذ يتمتع بالشعور بالذات والشعور بالأنا والعلم، هي شغلة، صفة العلم تسكر لك، صفة العلم من الصفات التي تورث صاحبها، إن لم تكن هنالك كوابح تورث صاحبها الاعتزاز والكبرياء. ما في شيء مثل العلم يخلي الإنسان يتباهى على الآخرين، هذا فيما إذا لم يكبح جماح هذه الصفات بمعرفة هويته عبدا لله عز وجل. فالملائكة عرفوا أنه هذا ما دام بده يكون خليفة معناته بده يتمتع بالصفات حتى ينهض بالخلافة، ولم الصفات اللي بده يتمتع فيها شو هي اللي حكيناها اللي سماها الباري عز وجل أمانة، وبعدين بده يتمتع بالحرية لأنه مو بالغريزة بده يطبق الحيوانات، بده يتمتع بالحرية.
طيب حريته ممكن تقوده إلى الشر، ممكن تقوده إلى الخير، فقدرت الملائكة أن هذا المخلوق نعم سيعيش ربما هو الكل بعضه في الأرض فسادا. لذلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نحن ما أقمتنا بها المهمة، ما حملتنا هالأمانة هي. لذلك شايفين نحن بطبيعة الحال أبدا الطاعة هي فطرة لنا، والانقياد لأمرك هو مثل الشهيق والزفير في حياة الإنسان. من هنا كان سؤالهم كذا، مثل ما بيقولوا بعض الناس انه كان في خليقة ثانية قبل سيدنا آدم عاثت في الأرض فسادا، فقالوا هؤلاء سيكونون مثل أولئك الناس. لا مؤاخذة، إذن عرفنا أن ربنا عز وجل يصور لنا الإنسان في القرآن، وهذا الذي حمله هذه الأمانات. صفات هي في حقيقتها صفات الربوبية، وهي تطغي وتسكر، لكن في الوقت ذاته الباري عز وجل بث في روعه دلائل عبوديته لله، دلائل وحدانية الله، وجود الله سبحانه وتعالى وإلى آخره، حتى يستعمل هذه الصفات من حدها المفيد ولا يستعملها من حدها الضار. في وسيلة تانية عشان ما يجي لهذه الصفات يسكر فيها، ما يستعمل هذه الصفات للطغيان، ما هي؟ التربية العجيبة التي يربي القرآن الإنسان بها. القرآن يضعك في كثير من آياته أمام صورة لك تقزز النفس وتبعث في نفسك الاستخفاف بنفسك والاشمئزاز من ذاتك. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. طيب برجع بيقول له قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسر، ثم أمات. ثم شوفوا الكلام، ثم السبيل يسر، انظر يا ابن آدم من أي سبيل خرجت، ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشر. لك والله تاري أنا إنسان تافه. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. لكن هذه الآيات التي من هذا القبيل كثيرة، إلا أن الله عز وجل لم يترك لها، عاد فقال لك ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. باري عز وجل يضعك أمام صفات تجعلك تزدري نفسك وتستهين بها نعم إلى الغاية. وقبل أن تحكم نفسك على نفسك بهذا الشكل رأسا ينقلك إلى الوصف الآخر، يبين الله عز وجل أنه كرمك وفضلك على كثير من المخلوقات. هذا المزيج هو الذي يشكل الكابح الذي يمنع الإنسان من أن يطغى بالصفات التي متعه الله عز وجل بها. لما الإنسان بده يعني يستعمل العلم، شوف حاله العقل اللي الله عطاه مهم، مخلوقات الأخرى لا تتمتع بها، والعقل هذا عم يرسل العلم وعم يرسل الحكمة وعم يرسل الاختراعات والإبداعات والاكتشافات، بيجي لحتى يذكر بالذكر قول الله عز وجل قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة. التاريني أنا والله هذا أصلي وهذا فصلي وهي نهايتي. هيك نعم، لما بيرجع إلى نفسه ربي غرس فينا صفة الأنا موجودة، ولله في ذلك حكمة، يعني كل واحد بيشعر بذاته وعنده باري فطره على أن يحمي ذاته وكيانه. من جملة مظاهر الحماية حب التحيز، بتاع
تحب تتملك الأشياء، ما بتخلي حدا غيرك يشترك فيها، هي ضرورية للمهمة التي أقامك الله عليها خلافة عن الله عز وجل. لولا شعور الإنسان بالذات ما بيجمع رزق، ما بيروح بيشتغل شغلة، ما بيحاول أنه يمتلك دار، خلاص يعني ما عنده هذا الشيء. لكن ربي سبحانه وتعالى أورثك هذه الصفة من أجل أن تستعين بها لتنفيذ المهمة التي أنت بصددها. لكن في نفس الوقت صفة الأنا خطيرة، هي التي تبعث الإنسان على الاستكبار. فالإنسان بحكم أنانيته ووحي هذه الأنانية إليه في بعض الأحيان يكاد يستكبر. تأتي الآيات التي تصف الإنسان بالتفاهة وبأنه خلق من ماء مهين وبأن آخره أيضا كذلك، تأتيه لتصده عن الاستكبار، لتمنعه عن الاستكبار. نعم، وهكذا الإنسان بهذه التربية التي رباه الله عز وجل إياها عن طريق القرآن هيئ لهذه الخلافة، هيئ لأن يعمر الكوكب الأرضي وهو يعلم أنه عبد ذليل لله، هيئ لأن يفعل ما لا تستطيع الملائكة أن تفعله وهو يعلم أنه عبد مملوك لله سبحانه وتعالى سبب ذلك. نعم، هذا المعنى الذي يعني بينه لنا الله سبحانه وتعالى. يقي الإنسان لما بده ينهض بقى بعمارة الأرض كما كلفنا الله عز وجل، بيتعرض في هذه الحالة بيتعرض لأحد شيئين: إن كتبت له القوة والغلبة والتملك بيتعرض للاستكبار والطغيان، وإن كتب عليه الضعف، الناس مو كلهم على درجة واحدة، كتب إن عليه أنه ضعف يكون مستضعف يكون فقير، والآخرون الذين من حوله هم الأقوياء، نعم ممكن بقى بيتعرض للاستخزاء، بيصير بيخضع بسبب الخوف لمن هو أقوى منه. لكن لما ربي سبحانه وتعالى رباني على هاتين الصفتين، نعم ذكرني أولا بضعفي ثم ذكرني بعد ذلك بأنني مكرم على الله عز وجل، مكرم بحكمه سبحانه وتعالى، ما حدا بيقدر بقى بهذه الحالة يستزلني بسبب طغيانه، ولن نفس الأمارة بين جوانحي تستطيع أن تجعلني أطغى على الآخرين. التربية الربانية بتخليني بحالة الاعتدال، إن كنت ضعيفا الأقوياء والطغاة ما بيستطيعوا يزلوني، لأنه أنا ذليل لمن؟ لله وحده، والله كرمني. نعم، والمشاعر اللي في نفسي شعور بالأنا وحب الذات وما إلى ذلك، ولا سيما إذا حالي غني وعندي قوة وعندي مكرم وعندي علم واكتشافات، لا تستطيع نفسي أيضا أن تجعلني أطغى، لأن عبوديتي لله عز وجل، الآيات اللي مثل قتل الإنسان وما أكفر من أي شيء خلقه، مثل هوك ستوب وقف أنت مالك هيك. نعم، شيء غريب، يعني تربية القرآن للإنسان عجيبة. هلا صورة ذلك نجدها في كتاب الله مشاهد واقعية. سحرة فرعون قبل أن يعرفوا هوياتهم من خلال هذا الذي نقول، ماذا كانوا بالنسبة لفرعون؟ عبيد. مهم، لما جاء بهم من أجل أن يبارزوا سيدنا موسى بسحرهم، ظنا منه أنه سيدنا موسى عم يمارس السحر، وجاءوا بحبالهم، شو قالوا؟ قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. لكن هن اللي عم يشتغلوا مو فرعون، فرعون ما بيعرف بالسحر بنوب، ومع ذلك شو قالوا؟ بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ما الذي جعلهم أذلاء؟
بعدهم عن هذه التربية الربانية، نعم، بعدهم عن معرفة كونهم عبيدا لله عز وجل، وأن الإله الذي يملكهم كرمهم. لما تحولوا إلى الإيمان وآمنوا بسيدنا موسى نبيا، وعرفوا الفرق بين السحر الذي يخدعون به الناس وبين المعجزة الربانية، ودخل الإسلام قلوبهم، شوفوا بقى وين الذل اللي كان عم يجعلهم يقولوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون غاب. نعم، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. أديش هددهم؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، ما إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. طيب هدول لو أصابهم عشر هذا التهديد قبل أن يؤمنوا بأنفسهم وعبيدا مملوكين، لشو كان صار فيهم؟ كانوا دابوا من الرعب. لكن الآن عرفوا هذا الذي نقوله ووقفوا أمام مرآة الذات. نعم، ما ردوا عليه، بالعكس إدام، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذه هي الحكمة من أن الله يخاطب الإنسان ويعرفه على ذاته بهذه التعريفات، نعم، من أجل أن لا يطغى بهذه الصفات التي متعه بها، أن لا يذهب تذهب به هذه الصفات إلى درجة الطغيان، ومن أجل أن لا يذل أيضا إلا لله سبحانه وتعالى. الإنسان لما بيعرف المكونات مثل ما ربي بصره فيها، ورجع عرف حاله كمان بهذا الشكل، شو تهيأ بهذا لإنشاء الحضارة المثلى الطريقة السليمة. طيب الحياة، ما هي الحياة كما يصورها لنا بيان الله عز وجل؟ كذلك هنا يربينا تربية جديدة من خلال الحياة التي تخفق بين جوانحنا. نعم، البحث في هذا أيضا طويل طويل الذين، سنرجئه إلى الدرس القادم. بس أريد أن أقول لما بنقول القرآن مصدر للحياة للحضارة الإنسانية، كيف يعني مصدر؟ واحد يقول لك كتاب القرآن كتاب عقيدة وكتاب أحكام وكتاب نصائح، لا، هو مصدر للحضارة الإنسانية من خلال تعريفه الإنسان بذاته، وتعريفه بالمكونات التي من حوله، وتعريفه بالحياة التي تخفق بين جوانحه، ومن حيث أنه يبين كيف يتعامل مع ذاته ومع المكونات ومع الحياة. عندما يسير على هذا المنوال نجد أنه قد أفرز حضارة إنسانية مثلى، نعم، تشيع بالخير والسعادة له وللمجتمعات الإنسانية جمعا. سنتابع إن شاء الله بقية البحث في الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك بأنك الأول الآخر الظاهر الباطن أن تستجيب ساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا يا ذا الجلال والإكرام. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. لا تحبس عنا بركة سمائك ولا تحبس عنا بركة أرضك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم
الذي إذا دعيت به أجبت أن تسقينا الغيث. اللهم لا تجعل ذنوبنا وقبائح أعمالنا حاجزا دون استجابتك لدعائنا يا رب العالمين، فنحن معترفون بأخطائنا واعترفون بزلاتنا. نهيتنا عن التظالم وتظالمنا، أمرتنا بمد رواق العدل فيما بيننا وقصرنا في ذلك يا رب العالمين. ولا يسعنا إلا أن نسألك الصفح الجميل، اصفح اللهم عنا صفحك الجميل، لا تؤاخذنا بجريرة أفعالنا، لا تهلكنا بقبائح ذنوبنا يا رب العالمين، لا تهلك الأنعام، لا تهلك الأطفال، لا تهلك الشيوخ الركع يا ذا الجلال والإكرام بما جنيناه من ذنوب وآثام يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي أنت الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك، أنت ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك الصفح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعلم أن الأمر بيدك يا ذا الجلال والإكرام، إليك يرجع الأمر كله وبيدك الحكم كله، إن أنت أمسكت عنا الرزق هلكنا، ليس هنالك رزاق إلاك يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا الله يا الله، نسألك اللهم بإيماننا بك وبوحدانيتنا لك إلا استجبت دعاءنا، اجعل اللهم إيماننا بك شفيعا لنا بين يدي دعائنا هذا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. يا رب هب طالحين لصالحين، فإن لم يكن فينا صالح فهبنا جميعا لسعة فضلك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا قد روينا عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين باليين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبر قسمه. نسألك اللهم بهؤلاء الشعث الغبر الذين لو أقسموا عليك لا أبررت قسمهم، نسألك بهم إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا يا رب العالمين. اللهم إن أعيننا ترقب الفرج آتيا من سمائك، اللهم إن أعيننا الظمأ تنتظر فرجك، تنتظر منحك، تنتظر عطاءك يا ذا الجلال والإكرام. عهدنا بك أنك تعطي الصالح والطالح، المؤمن والفاجر، مائدتك مبسوطة للجميع يا رب العالمين، ونحن من عبادك هؤلاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم أننا لن نبارح بابك ما حيينا إن أعطيتنا أو لم تعطنا، إن استجبت أو لم تستجب. وظيفتنا أن نسألك، وظيفتنا أن نتعلق ببابك، وظيفتنا أن نلتصق بأعتابك. وأنا أسألك، هذا هو شأننا وهذه حال العبيد، ونحن عبيدك يا رب العالمين، ندعوك لأن هذا هو الذي يحقق هويتنا لك، سواء أعطيتنا أو لم تعطنا، سواء استجبت دعاءنا أو لم تستجب دعاءنا، لن نحيد عن بابك ولن نتحول عن جنابك. وهل لنا إله غيرك؟ حاشا. وهل لنا من نسأله سواك يا ذا الجلال والإكرام؟ ما بنا من نعمة فمنك وحدك، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا من بيده الأمر كله ألطف بنا، يا من هو القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، استجب دعاءنا ولو لم نتحقق بشروط ذلك يا رب العالمين، فإنك ربنا الغني ونحن عبادك الفقراء إليك، يا أرحم من سئل، يا أكرم من أعطى. اللهم إنا ننتظر فرجك، ننتظر كرمك، ننتظر عطاءك. فرج اللهم عنا فرجا قريبا قريبا،
فرجا يليق بكرمك وجودك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. آمين 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 والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.